لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو عنوان سلسلة الأحاديث بإذن الله تعالى. نسير معنا لبيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين عظيم مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. نقف مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من البيان والتفصيل، والوقوف كذلك على الفوائد والعبر والدروس من هذه المعجزات. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو مقدمة للكلام عن هذه المعجزات وتمهيد وتوطئة لا بد منها، وهو يتكون من مقدمة وثلاثة عناصر. فأما المقدمة فهي تعريف بالمعجزة وبيان اختصاصها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمعجزة في اللغة ابتداءً من العجز، وهو عدم القدرة، أي أن المعجزة شيء يعجز من يحاول أن يأتي بمثله فلا يستطيع. ولذلك كانت المعجزة شرعاً هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد الأنبياء والمرسلين للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. يعني هذا التعريف أن المعجزة أمر خارق للعادة. فعلى سبيل المثال، عادة الله عز وجل في النار أنها تحرق، وهذه سنة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعادة الله في المال أنه يسيل، وهذه سنة الله عز وجل في المال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا تغيرت هذه العادة فيكون ذلك شيء خارق للعادة، كعدم إحراق النار إذا ألقي فيها أحد، أو جمود المال وعدم سيلانه، فهذا خروج عن عادة الكون، هذا خرق لعادة الكون. ولذلك المعجزة أمر خارق. لكن كذلك لا بد من التنبيه على أن هناك أيضا أمور خارقة للعادة لكنها ليست بمعجزات، وهي التي تتعلق بالأولياء والصالحين، كما مثلا في نزول الملائكة للسلام على عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض. كانت الملائكة تنزل له في فراشه تصافحه تسلم عليه، وهذا أمر خارق للعادة. لكن ما الفرق بينه وبين المعجزة؟ هذه يسميها العلماء بالكرامة، سيأتي العنصر الثالث الحديث عن الكرامة. ما الفرق بين المعجزة والكرامة إذن؟ المعجزة لا تصدر إلا من الأنبياء والمرسلين، أما الكرامة فتكون من عبد صالح في العمل والعقيدة كما سمعت. إذن المعجزة أمر مختص بالأنبياء والمرسلين، وهي أمر خارق للعادة للدلالة على صدقهم صلوات الله وسلامه عليهم. والمعنى أن هذه المعجزات يجعلها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يصدق القوم بالأنبياء والمرسلين فيخرج لذلك، فيخرج بالدلالة على الصدق
ما يدعيه المتنبئون والدجالون المدعين للنبوة. فهؤلاء وإن ادعوا النبوة إلا أنهم لا يأتون بالمعجزة، وهم في ذلك كذابون دجالون، كما كان من مسيلمة الكذاب وغيره من الدجالين على مر الزمان. إذن المعجزة أمر خارق لعادة ونواميس وقوانين الحياة، اختص الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين فقط، وهذا للدلالة على صدق هؤلاء الأنبياء. فيأتي النبي بالمعجزة إما تحديا للمكذبين من قومه، وإما تثبيتا للمتبعين لطريقته. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأعطى جميع الرسل من الآيات والمعجزات ما يؤمن عليه أقوامهم، ما من نبي إلا وجاء بمعجزة أو أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات أي المعجزات ما يؤمن على مثله البشر. ليس هناك نبي إلا أعطاه الله عز وجل معجزة أو أكثر يأتي بها إلى قومه كما ذكرنا، إما تحديا للمكذبين وإما تثبيتا للمتبعين. ولذلك هذا ينقلنا إلى العنصر الأول، وهو أمثلة على معجزات الأنبياء والمرسلين. فمن هذه الأمثلة نأخذ خمسة أمثلة. الأول منها نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله الواحد الأحد، فكذبوه وردوا دعوته، فكان يحاول معهم حتى كان من شدة عنادهم أنهم طلبوا منه طلبا مستحيلا في عادة الكون وعادة وقوانين الحياة. فقالوا له: لم نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة بعينها، تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة بأوصاف عينوها، أي طلبوا منه ناقة تخرج من الصخرة، الصخرة تلد ناقة، والناقة تقوم بأوصاف هم عينوها، طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا رحمة الله، ومعها كذلك ولي. فقال: إني دعوت الله بذلك فأجابني تؤمنون؟ قالوا: أجل. فدعا الله سبحانه وتعالى فكانت الناقة، خرجت الناقة من الصخرة، هذا شيء خارق لقوانين الحياة، ولكن القوم كذبوا وعاندوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكانت هذه أعظم معجزات صالح عليه السلام. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يأتي إلى قومه بدعوة الواحد الأحد ويبطل لهم دعوة الشرك والأوثان عمليا، فكسر الأصنام وأقام عليهم الحجة، ومع ذلك عاندوا وكذبوا، بل وقاموا ليقتلوه حرقا بالنار، حتى أنهم جمعوا نارا عظيمة، قيل أنهم استمروا أياما في جمع حطبها، وأوقدوا نارا عظيمة، وجردوا من ثيابه صلوات الله وسلامه عليه،
ثم أخذوه وألقوه في النار فما أحرقته النار، وخرج منها يمشي سليما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر خارق للعادة، أن النار من عادتها وسنتها أنها تحرق، لكن هنا أوقف الملك سبحانه وتعالى القادر سنته، وخلق لإبراهيم عادة قوانين الحياة فكانت معجزة، كما قال الله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار ادخلي بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام أعطي من المعجزات الكثير، وذلك لشدة المكذبين من الفراعنة وقسوة قلوب المتبعين من بني إسرائيل، فكثرت المعجزات الحسية لموسى عليه السلام، ومن أشهرها معجزة العصا التي كان لها دور عظيم في الأحداث بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي حدث لقائه بسحرة فرعون في يوم التحدي كان لها دور عظيم بإذن الله، كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ويوم أن خرجوا في هجرتهم من الفراعنة وطاردهم فرعون بجنودهم، كان كذلك للعصر دور عظيم بإذن الله، إذ كانت سببا في ثبوت البحر ووقوف سنة السيلان وجمود ماله، كما قال الله عز وجل: أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أزلفنا الآخرين، أي قربنا الفراعنة، أدخلناهم البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ويوم كذلك كانت قسوة قلوب أتباعه بعد كل هذا النصر، يوم ينطلق منه الماء والشراب الأنواع. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربوا، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تخفوا في الأرض مفسدين. فليس من عادة الكون أن يخرج الحجر الماء بضربه بالعصا، ولا من عادة الكون وقوانينه أن تقف الماء عن سيلانها أو يقف الماء عن سيلانه بضربه بالعصا، ولا من سنة الكون أن من يلقي عصا تنقلب حية كسر. كل هذه معجزات كانت لنبي الله موسى عليه السلام، وهذا نبي الله عيسى كذلك عليه الصلاة والسلام، جاء في زمن انتشر فيه الطب والعلوم والكيمياء خصوصا، مما كان به ينخدع الناس به. فكانت معجزات المسيح عليه السلام تناسب ذلك، فكان المسيح عليه السلام يصنع ما يشبه الطير من الطين ثم ينفخ فيها فتطير بإذن الله، وكان يمسح على الأعمى فيبرق بإذن الله، ويمسح على الأبرص فيبرق بإذن الله، وينادي على الموتى في القبور: يا فلان، فيجيب الميت من قبله ويسأله عما يشاء. وكانت هذه معجزات لنبي الله عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فهذه أمثلة على معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب المقام الأول في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، وليس في المعجزات في حسب، فهو الأعظم الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو عنصرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأعظم الأكرم في المعجزات والكرامات وغير ذلك. فأما الكرامات فهذه كانت لأمته، فلقد أكرم الله عز وجل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أمة الإسلام هي خير الأمم، وهي المقدمة، وهي الأمة الأشرف الأعظم الأعلى مقاما على الأمم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالمدينة، قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي، و40 من سائر الأمم. إذن فأمة الإسلام لها ثلثي الجنة، وسائر أمم الأنبياء لهم ثلث الجنة. وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة التي فضلها الله إكراما لهذا النبي الذي يتناسب مع عظيم دعوتها. فما من نبي إلا أرسل إلى قومه، أما هو صلى الله عليه وسلم فنبي العالمين. ولذلك كانت أمته أعظم الأمم وأكبر الأمم وأشرف الأشرف. وعليه فبالنسبة للمعجزات كان هو صلى الله عليه وسلم كذلك المقدم على سائر الأنبياء في هذا الباب كذلك، كما هو مقدم في كل باب صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثير، لكنه أعطي معجزة لا يساويها كل معجزات الأنبياء مجتمعة. فلو جمعنا كل المعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تساوي هذه المعجزة، وهي معجزة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات أي المعجزات ما يؤمن على مثله البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي أي القرآن. وليس معنى الحديث كما قال علماؤنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعطى إلا هذه المعجزة أي معجزة القرآن، بل معناه أن هذه المعجزة لا يدانيها معجزة ولا يساويها المعجزات كلها التي أعطاها الأنبياء جميعا. وهذا سيكون له حديث مستقل كما أشرنا في أول الحديث أننا سنقف مع كل معجزة تقريبا بحديث منفرد بإذن الله تعالى. وأما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن هي كثيرة، وسنقف معها كما أشرنا وكررنا، لكننا نشير إلى بعضها كعناوين للتنبيه فقط. فمن هذه المعجزات غير القرآن انشقاق القمر قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكذلك معجزة الإسراء والمعراج التي كانت في أواخر العهد المكي
والمعجزات الأخرى كثيرة كتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكتكليم الحجر والشجر له صلى الله عليه وسلم، وكلام البعير الجمل وشهواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكمداواته صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه بريقه ودفنه، وكإخباره صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور الغيبية سواء الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية. وهذا باب واسع وكبير لنا معه وقفات كثيرة، فإن هذا وحده من وجوه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وغير ذلك من المعجزات التي لا يسع أن نسردها في هذه العبارة. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات الأكبر والأعظم والأكثر لما يناسب مكانته فضلا وقدره عند الله عز وجل. أما العنصر الثالث والأخير من الحديث هو كما أشرنا هو الكلام عن كرامات الأولياء والصالحين، وذلك لبيان الفرق بين الكرامة والمعجزة. فقد تقدم أن المعجزة تختص بالأنبياء ابتداءً، وكذلك المعجزة تكون للتحدي، أي تحدي الأقوام المكذبين، وتكون كذلك لتثبيت الأتباع المطيعين. أما الكرامة فهي لا تشترك مع المعجزة إلا في شيء واحد، وهو أنها أمر خارق للعادة، لكنها لا تكون من نبي، فلا يصحبها دعوى نبوة، وذلك لأن من يكرمه الله عز وجل ويجري على يده الكرامة لا يكون نبيا، إنما يكون عبدا صالحا، صالح العمل، صالح العقيدة. وهذا فيه تنبيه على خروج هؤلاء المشعوذة والسحرة وأهل البدع من ذلك، وإلا فهناك من الجهلة والمشعوذة والسحرة وأهل البدع من يقول هذه كرامات، انظروا إلى كرامات، أو انظروا إلى كرامات الولي الفلاني، ويسمي ما يسمي من المنحرفين وأهل البدع ونحو ذلك. بل هناك من يعتقد أن الكرامة مختصة بصاحب الضريح، صاحب القبر، على أي حال كان، من عمل صالح، من انحراف، من غير ذلك. فالضريح هو قرينة الولاية عنده، ولذلك فالعلماء يعرفون لنا هذه المسألة العظيمة هي الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد عبد ظاهر الصلاح، صالح العمل، صالح العقيدة، لا يكون معه دعوة. ومن أمثلة الكرامة الكثير سواء في الأمم السابقة أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكرامة والحمد لله ماضية موجودة في الأمة إلى أن يلف الله الأرض، فلا يزال أمر الكرامة في الأمة قائما، يكرم الله عز وجل الصالحين والمتقين بأحوال هي غريبة عن العادة. فمن أمثلة الأمم السابقة أصحاب الكهف، فإن هؤلاء ناموا نوما يخالف عادة الكون وقوانين الحياة، ومع ذلك حفظهم الله
من التلف وأجرى عليهم هذه الكرامة لاتباعهم لهدي الأنبياء الذين كانوا في زمانهم وطاعتهم لله إقامتهم أمره، فلبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 وهم في حفظ من الله. وقال الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأجل أن يحفظهم، وكلبهم باسط ذراعيه من وصيه، أي على باب الكهف. الكلب يجلس نائم في هيئة الحبس 3 قرون وهم على هذا الحال، ثم أحياهم. فهذه كرامة لهؤلاء. ومن كرامات كذلك الأولياء السابقين ما كان من مريم عليها الصلاة والسلام التي كانت تعيش في محرابها في بيت المقدس، فكانت الملائكة تنزل إليها كل صباح بالطعام والشراب مما لذ وطعم، حتى يدخل عليها زكريا نبي الله زوج أختها فيسألها: من أين هذا الرزق؟ تقول: هو من عند الله، كما قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة لأجل اتباعها لأمر الله وطاعتها وربها. وهذه هاجر أم إسماعيل عليها وعلى إسماعيل السلام، يوم أن تركها إبراهيم عليه السلام في صحراء جبال لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس، فيفجر الله عز وجل تحت قدم رضيها بئرا مباركا. هذا البئر يظل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، يخلد ذكرى هذه المرضى التي أطاعت ربها سبحانه وتعالى. ومن الكرامات كذلك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ومن أمثلة ذلك ما تقدم من نزول الملائكة السلام على هذا الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه، يوم كان مريضا وكان لا يقوى على النهوض من الفراش، فكانت الملائكة تنزل إليه في الفراش تسلم عليه وتصافحه. وكذلك ما كان من أمر حسين بن حضير رضي الله عنه يوم وقف يصلي بالليل لله عز وجل، فجاءت الملائكة تظللها من فوق رأسه تستمع إلى تلاوته. وما كان كذلك من أمر حنظلة بن عامر رضي الله عنه لما قتل يوم أحد وكان قد خرج مسرعا، وكان حديث عرس فخرج مسرعا قبل أن يغتسل، فلما قتل نزلت الملائكة تغسله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يريه الله عز وجل مشهد المعركة الدائرة في أرض الشام التي يقودها أحد قادته المسلمين وكان سيدنا سارية، فجعل عمر ينظر وهو على المنبر ويقول: يا سارية الجبل، أي تحصن يا سارية بالجبل. فسمعه قائد الجيش في الشام وهو ينادي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وغير ذلك الكثير من صور الكرامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الكرامة مقرونة بالولاية، والولاية معناها الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست الولاية مقرونة بقبر ولا ضريح، ولا مقرونة
بمن يلعبون بالنيران ويأكلون الحياة ويلعبون بالحياة. إنما الكرامة تقوم بالصالحين. إذا عباد الله، هناك فرق بين الكرامة والمعجزة. وهذا في ختام حديثنا ننبه إلى أننا سنسير مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نقف مع كل معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بشيء من البيان التفصيلي واستخراج الفوائد والعبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.